السلام عليكم. تعرفون القاعدة اللي تجي لك زي كذا، خلاص تعرف ان الشركة بتنزل جهاز جديد، خصوصا ذا الجهاز، اذا الجهاز هذا ما توفر عنده في المتجر. خلاص دخلت المتجر شفت الجهاز هذا، ذا ساعة قبل اسبوع عرفنا انه بتنزل قربت، او قبل يومين تنزل قربت، لان قامت ما تتوفر الان في المتجر، قبل تخلص الكميات، لان بتنزل كمية او خلاص الساعة الجديدة نفس الحرفة كذا. فالان افتح متجر البرامج، او مش متجر البرامج، متجر ابل نفسه، موقع ابل مثلا، افتح موقع ابل، نروح حق الماك، اوكي نضغط على الماك، نروح حق الاكسسوارز، عرفتوا انت، اوكي نضغط عليه، نضغط هنا الكيبل والباور، لا ابي افتح الموقع نفسه، ضغطنا هنا، نروح ننزل تحت كيبل والاشياء عاديه، اوكي لكن الكيب هذا الباور الادابتر، هذا اللي حق لابتوبات ابل البرو والاشياء اللي تحت، لكن هذا اللي حق 16 انش ماك بوك برو 16 انش، هذا يجي معاه 96 واط، هذا من له سنتين، من او ثلاث سنوات تقريبا من صنعته ابل، هذا متوفر على طول. لكن الان لو ضغطت عليه نفس البريك هذا الكبير وصلت بتشتري، شو متى يتوفر؟ من شهرين إلى ثلاث شهور على ما يجيك الشاحن هذا. يعني هذا يدل على شيء ثاني، إن أبل خلاص اللابتوب، خلاص في لابتوب ينزل 16 إنش وكل شيء، لكن هذا الشاحن هذا راح يتكنسل. يعني أبل دخلت لحق المستوى في اللابتوبات الكبيرة، لابتوب 16 إنش ما راح تشكله تخليه على جنب، تبي تكنسله ممكن. و16 إنش اللي بتنزل جديد معالجاتها قد ما راح تكون القوة حقتها، أتوقع أنه ممكن ما توصل 16 إنش، أو أنه بتخلي قير تحت 96 أصلي مش 16 إنش، قد القوة حقت الواط ما راح تكون 96 واط يعني، فقد هو لابتوب، فكم راح تكون ما ندري. المهم أن الأدابتر هذا اللي مصنوع للماك بوك برو 16 إنش في تأخير جامد عليه، ولا تقول لي من المشاكل في التصنيع ولا شيء زي، لا ما لها شغل بهذا الشيء، الجهاز قبل ما تيجي كورونا موجود. ف في شيء راح يكون لحق الجهاز نفسه اللي هو الماك بوك برو 16 انش على اكتوبر، و100% على نوفمبر، الشهرين ليلي يعني، نقدر نقول ما راح اقول لك 35 يوم بالكثير راح نعرف كل شيء، ممكن اقل ان شاء الله. فلابتوبات ابل ان شاء الله ام 1 اكس شيء راح يكون قريب حق الأجهزة الكبيرة أو الأجهزة الكبيرة. بس السلام عليكم.